السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا محمد سرير مجدي ربي الله من جامعة النقاية للعلوم الإسلامية. في هذه الفرصة أبحث عميقا ما يتعلق بالرحلة. وقبل ذلك لابد أن تعرفوا بأن الحياة بشتى نواحيها الاجتماعية وتحدياتها الجبارة تصور مدى احتياج الإنسان إلى تقفيف علمي معرفي وتشهيد ذهنه بما يتناسب مع متطلبات مسيرة الحياة. دون ما شك أنه يحتاج إلى قراءة الأوضاع والظروف، بما أن مؤدى ذلك هو فهم ما يدور وما يستجد حول الناس. ولكن من جانب ذلك لابد على الناس بالترويح لنروح أفكارهم وأجسامهم في كل أيامهم ولياليهم. فمن ذلك أدعو لكم بالرحلة إلى الجبل، أو بالرحلة إلى شاطئ البحر، أو كل ما جرى. الرحلة محتاج جدا إلى الناس، والناس يمارس بعض الأنشطة للترويح عن النفس، ويطلب الناس الرحلة بعد عناء العمل أو الدراسة. فالطالب وكذلك العامل فطبعا يحتاجان إلى الرحلة بعد العمل أو الدراسة. والآن نقول في أثناء السفر إلى الجبل، فمباشرة نستمر السفر إلى الجبل. هذا جبل جميل نستطيع أن نروح أجسامنا وأفكارنا بعد العمل أو الدراسة. نجد في هذا المكان المناظر الجميلة والهواء الجيد باطمئنان أفكارنا وأجسامنا. فمن ذلك للطالب أو العامل أن نروح إلى مكان الجيد أو الجميلة لصحة أجسامنا. وأقول لكم روحوا أجسامكم وروحوا أفكاركم في كل أيامهم ولياليهم. شكراً.